الحمد لله العملية كانت ناجحة. نقدر نقول اليوم اليوم الأول الانطلاقة تاع عملية التعقيم هذه كانت يعني بمناسبة 70%، النسبة الكبيرة تاعها تاع 70%، وقدرنا قضينا على كل الأحياء والشوارع تاع وسط المدينة خاصة. انطلقنا بالعملية هذه وإن شاء الله المواطنين يكونوا واعيين وهم راح يكملوا بها، وإحنا كمسؤولين نعطوهم اليد المساعدة سواء بالعتاد أو بالشاحنات ولا يعني بالعمال.